زينب، وصلنا لفقرتنا الأولى ورح نحكي عن موضوع بهم كتير من السيدات، وأكيد شرفة المنازل كيف فينا نستخدمها بطريقة صح، لأنه زينب متعودين نسمع أنه هي مكان للكركبة وللأغراض يمكن اللي ما بدنا إياها، كيف فينا نغير هي الفكرة ونستفيد من هذا المكان اللي هو فعلا قسم مميز كتير بالمنزل، سواء بالمزروعات وترتيبهم بطريقة صحيحة. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع عامر البضنة، المهندس المعماري المميز اللي دائما أكيد بجاوبنا على كل أسئلتنا. صباح الخير عامر، كيفك اليوم؟ كنت تمام الحمد لله. يسعد صباحك عامر. يعني عم نحكي على الشرفة أو الفيرندا أو البرندا عند البعض، تمام، اللي هي أحيانا بتكون مكان للكراكيب أو للأشياء اللي ما بدنا إياها، أو إذا سقفة العيلة عاملة شيء مهم بتأززها. فخلينا هيك نحكي عن بعض الأفكار لتكون مساحة مريحة بالمنزل، ممكن يكون فيها قعدة، ممكن يكون فيها غرفة، فخلينا نحكي شوي على الأفكار اللي أنت ممكن تقترحها. تماما، بداية سعد صباحكم. كلاتنا بنعرف البرندا، او مثل ما حكيتي حضرتك البرندا او البرندا او الشرفه، خلينا نحكي المسميات، هي كثير جزء مهم من المنزل بالبدايه. يعني اهم نقطه لازم نوجهنا كده انه هي جزء مهم من المنزل. الاعتقاد السائد عنا انه نحن بدنا غرفه زياده بالبيت، فبنقزز البرندا بنضمها للبيت، او يعني اذا كنا عم ننفض البيت او جديد بنلغي البرندا. تماما، بنلغي البرندا كلياتها. ست البيت انانيه خلص. تماما، بصير انا بدي كبر المطبخ، بدي كبر الصالون، بضم البرندا وخلص، ما عندي مشكله انه يروح الفراغ الخارجي. بس احنا بالبدايه لما بنصمم اي شقه او اي بناء بناخذ بعين الاعتبار انه يكون في شرفه اقلها يعني مثلا حوالي متر وربع بالعرض، ومثلا مترين بالطول، بس حتى يكون في متنفس الهواء الخارجي. ببدايه يعني ببدايه قصص الكورونا وهي كلياتنا بلشنا نحس باهميه هذا الفراغ، المتنفس الوحيد. تماما، المتنفس الوحيد لنا كان هذا الفراغ ببدايه الحظر وحظر التجوال، وهذا الحكي مو بس بسوريا، بكل دول العالم. اكيد صرنا نشوف مقاطع على الفيسبوك انه الشرفات عم تتحول لاماكن عزف، لاماكن التقاء بين الناس. فتوجهت الناس بسوريا وبخارج سوريا لحتى يهتموا بهذا الفراغ بشكل كثير كبير. فبالبدايه نحن لازم ناكد انه الشرفه لحتى انا اقدر ارتاح فيها لازم تكون بمثابه فراغ خاص فيني، مثل لما بدي اقعد ارتاح بغرفتي او بصالوني، انا كمان بدي اقعد ارتاح بشرفتي، فبدي احط شيء اللي انا برتاح فيه، ما بيهمني شو بشوفه العالم، شيء انا ارتاح فيه، سواء من ناحيه الفرش او من ناحيه الاكسسوارات اللي بتنحط. كمان بدنا يعني في نقطه كثير مهمه اللي هي عمليه، حتى انا فرضا لو بدي ازز هذا الفراغ او هذا المكان، انا ما بحب اززه بنوع زجاج غير قابل للفتح، لا، انا باززه لحتى استخدمه لهذا الفراغ، هذا الفراغ صيفا شتاء، وهي كمان نقطه كثير مهمه. يعني عامر، بعض الصور اللي كانت يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي لفتت نظري كثير، كانت حلوه، مساحه كثير صغيره لبرندا، فعلا كثير صغيره هي، بس مرتبتها ست البيت بطريقه كثير حلوه، حاطه فيها مزروعات بالوان مختلفه، يعني فيني اقول لك انه ناشره كثير بهجه وكثير عم تعطي منظر حلو، مغيره شكل البنايه كلها. صحيح. كيف فينا نحط المزروعات اذا بدنا نقول على البرندا بحيث انه تناسب المساحه الموجوده عندنا وبنفس الوقت ما تلغي القعده، لانه هي القعده بالصيف اساسيه على البرندا. تماما. هلا دائما في الخطا الشائع عند السيدات او السيدات المنزل انه المزروعات اللي بنحطها على البرندا بتكون محطوطه باماكن الحركه، فانا فعليا مثل ما قلتي انت حطيت مزروعات، فانا صارت البرندا او الشرفه غير مستخدمه. فهون نتوجه لحنا انه نحن نستخدم حائط من جدران البرندا لنحط عليه، نعلق عليه المزروعات، او ممكن نعمل المزروعات معلقه خارج السور، يعني معلقه على احواض خارجيه، ممكن تكون هالاحواض محطوطه على الطرف يعني الحاجز تبع البرندا. فعندي كذا طريقه انا ممكن افرد فيها هالنباتات هي. كمان انا بستخدم نباتات نوعا ما تكون متسلقات اكثر، بمعنى انا ببني يعني بكون مكان المزروعات بقرني، بس هي عم تبني عم تعطيني تسلق او عم تعطيني شيء كثير حلو لباقي البرندا، فانا عم فعليا عم مثل ما حكيتي عم بنشر الخضار بكامل من مكان صغير وهي موجود فيها الزريعه الاساسيه. يعني نعم. طب خلينا نحكي شوية، يعني كتير من العالم اليوم كمان لجأوا لزراعة البرندات للاستخدام، يعني مثل ما بيقولوا الغذائي. تماما. كمان كيف فينا ما يكون هذا الشيء عشوائي، حتى القطع الموجودة عنده بالبيت إذا بده يزينها برميل مثل ما هلا عم بيقولونا بالكنترول تناكس سمنة، كيف ممكن يزينوها يعني بطريقة معينة حتى أنه تعطي شكل جمالي. صحيح. بنفس الوقت ما تكون عشوائية يعني. تمام، مثل ما حكيتي بالفترة الأخيرة لما لجأوا للزراعة المنزلية صاروا يستخدموا أي شيء، ممكن يكون برميل، ممكن يكون مثل ما قلت تناكس سمنة، أو أي شيء قابل أنه يحوي التراب.
فصرنا نحط فيه التراب وبلش الزراعه. بس هون بلشت العالم ترتكب اخطاء شائعه، انه نحن في مزروعات اساسا ما بتطلع عنا بمنطقتنا بمدينه دمشق. هي اول نقطه كانت. النقطه الثانيه، في مزروعات بحاجه شروشها بتوصل للعمق كثير كبير، فبحاجه اساسا لمساحه كثير كبيره. من المزروعات اللي شائعه الزراعه بالمنزل، ممكن انا ازرع بقدونس، ممكن ازرع كزبره، ممكن اوصل لاني ازرع فليفله ببعض الاحواض. هلا الفليفله وبصل اخضر بتلاقيهم على كل البرندة. تمام، على كل البرندة. هذا شيء مفروغ منه. بس انا ما بدي اروح ازرع مثلا شجر بالنهايه، يعني بهذيك المره عم نشوف كنا باحد البرندات مره ماشيين انه زارعين شجره بقلب حوض، فانه بالنهايه هي قد ما كبرت شجره بدنا نوصل لمرحله رح نقطعها، فنحن ما عم نستفيد منها باي شيء. فدائما في نباتات زينه كمان، يعني كمان نفس المبدا نفس الاخطاء بتكون. نبات الزينه ببلش صغير ما بكون عارف حجمه الاساسي، لما بيكبر بنتفاجئ بالحجم انه العام كثير كبيره هي، وين بدي احطها بالبرنده؟ بصير انا بايمه بدي كبها برا او بدي احطها بحديقه البناء. فكمان هي نقطه كثير مهمه انه لازم انتبه عليها، توزيع المزروعات. وما بيصير اجمع بين المزروعات يعني مزروعات الزينه وبين المزروعات اللي انا بستخدمها للغذاء، لانه بالنهايه في شيء بيتطفل على شيء، في شيء بيمنع نمو شيء اخر. كمان لازم انتبه لعوامل الطقس، الشمس، الرياح، المياه. في بعض المزروعات ما لازم تشوف شمس، تشوف ضوء لكن ما بتشوف اشعه شمس مباشره. كمان هي لازم انا كثير انتبه لها بموضوع الزراعه المنزليه. يعني عامر، انا بشوف بعض المساحات عم تستخدم بطريقه غلط. بعض السيدات بيكون مساحه البرنده عنده كثير كبيره، بس توزع المزروعات عندها بيكون بطريقه غلط، فبتلغي اغلب المساحه على حساب يمكن القعده وعلى حساب شيء ثاني. كيف فينا نستخدم نفس الوقت عم نشوف مساحات يمكن صغيره كثير عم تعطينا هي المساحه يعني حتى راحه للعين وقت بنطلع عليها؟ كيف فينا نحن ناخذ المساحه بطريقه صح، نستخدم في المزروعات ونفس الوقت نقعد نشم هواء؟ تماما. المشكله انه الخطا الشائع عندنا دائما عم بيكون نحن بنفضل المزروعات بالبدايه، بنروح بنحط المزروعات، بنعبي البرنده او الشرفه او التراس مزروعات، بعدين بنفكر بنحط الفرش. فنحن بالمرتبه الاولى لازم ناخذ بعين الاعتبار مكان الفرش ومكان حركتي انا كشخص بيستخدم هذا الفراغ. بالمرحله الثانيه بلش انا ادور انا وين بدي احط زريعه، وين في عندي فراغ احط فيه زريعه، احط فيه نبات متسلق، نبات عادي، نبات زراعه للطعام. يعني بتشوف انا وين المكان الانسب. الاولويه للفرش، الاولويه للفرش تكون، يعني دائما انا بدي اولويه لإلي، لا اقدر اقعد انا، مو اجي احط النباتات بعدين اقعد ادور على مكان اقعد فيه انا. هلا عم نشوف احيانا انه بعض الشرفات عم يكون فيها مثلا اماكن خاصه مثل كورنر صغير، زاويه صغيره، عم نتوجه لنحط فيها ارجوحه، عم نتوجه لنحط فيها هيك كرسي خاص، في شيء مميز بهذا المكان، انه هذا مكان الرواء تبعي، بقعد هون بشرب فنجان قهوه الصبح مع صوت فيروز، يكون الكورنر الخاص فيني. فكمان هيك قصص احيانا بنلاقيها. نحن بدال هذا الفراغ، بدل ما نكون فيه هالكرسي هاد، حاطين فيه حوض كبير وزريعه ومروحين جماليه الفراغ هاد. فكمان يعني هي واحدة من الاخطاء الشائعه اللي كثير عم نشوفها بشرفات منازلنا حتى، ويعني حتى ببعض الاحيان بالتراسات الكبيره مثل ما عم تقولي، يعني تلاقي التراس كثير كبير بس ما له مستفاد منه شيء، مقتول بكل الاحواض. تماما كله الاحواض زريعه، وحتى احيانا الزريعه عم تكون يعني الحوض كثير كبير والزريعه كثير صغيره، فعم تعطي كونتراست كثير بشع. فانا بدي يتناسب كمان حجم الحوض الزريعه، حجم مكان الزراعه مع حجم المزروعات اللي بدي ازرعها، سواء مزروعات طعام او مزروعات زينه يعني. طيب خلينا نحكي كمان عن يمكن تزيين البرندات، وخاصه مثلا هلا بتعرف كل العالم عم تحط مثلا لدات، عم تحط مثلا اي شيء عم انه مثل الكركبه شيء عشوائي، فهذا عم يعطي منظر ما كثير حلو. كيف يوم بالاغراض الموجوده بالبيت يضوا البرنده وبنفس الوقت يزينوها بطريقه حلوه وبتناسب المساحه؟ هو في عندهم يمكن تناقض مثل ما قلت بين المساحه والزينه او الكراكيب. تماما عم نشوف كثير مشاكل، لانه العالم بتفكر هي عم تعمل شيء حلو، انه انا ببلش بحط قصص عشوائيه بالفراغ وبيعطيني شيء حلو مثل ما عم نشوف على الانترنت. بس حتى بالعشوائيه في تنظيم، يعني انا حتى بالعشوائيه اللي بدي استخدمها بهذا الفراغ او باي فراغ ثاني من فراغات المنزل لازم يكون في تنظيم، في تنسيق للالوان، في تنسيق للحجوم، في تنسيق للاشكال. يعني انا مو غلط اني انا اعيد تدوير الامور مثل ما حكينا هلا على بالسمنه على الامور، بس انا هي ما بدي احطها مثل ما هي، يعني انا بدي اعطيها زينه، بدي اعطيها لون، بدي اعطيها بدي اشوف حجمها يتناسب مع حجم الفراغ. ممكن اي قماشه تنحط عليهم تماما، ممكن تماما ممكن ببساطه الف عليها قماش، ممكن الف عليها خيش ورق. اي شيء، بس انه انا اعطي جماليه لهذا العنصر، مو امسكه احطه مثل ما هو. بالنهايه تراكم هالقصص هي عم تعطيني توصلني للنتيجه انه انا عندي كراكيب وليس عندي شيء جمالي.
فانا حتى مثلا بنلاقي بعض ستات المنازل بيقولوا انه هذا الكرسي بلش يصير قديم شوي بنحطه على البرندة. اوكي ما عندي مشكله بهذا الموضوع، بس انا مثلا بجوز احط فوقه شال معين مثلا او قطعه قماش معينه غطي هذا التشوه اللي صاير، بنفس الوقت عم تعطيني قيمه جماليه كثير حلوه لكفراغ مثل فراغ البرندة يعني. كمان بالاضافه لهالشيء عم نشوف احيانا بعض الشرفات عم بلش نحط عليها التابوريل الخشب، بمعنى هدول الطبليات تبع الشحن اللي بنشوفهم دائما موجودين تحت البضائع الشحن، عم نرجع نستخدمهم لنرجع نحييها للبرندة، فعم نفكها لهي الطبليه نرجع نفردها على الحيط كخشب، كان ندخل عنصر الخشب بشكل كثير كبير كونه هو عنصر طبيعي تماما، فانا كونه انا هو الخشب عنصر طبيعي فانا بدي ارجع للطبيعه، بوجود النباتات والخشب بحس حالي ببيئه عن جد كثير رائعه. فهي واحدة من الاساليب كمان اللي انا ممكن ارجع دور الامور لحتى ارجع استخدمها بالشرفات عندي بالمنزل. عمر، يمكن قبل هذا الوضع كانت ست البيت يمكن تتفنن اكثر، وين في زريعه حلوه وين في حوض حلو تلاقي له يمكن دور على زريعه بتناسبه، اليوم الظروف الاقتصاديه اصعب من قبل وهذا ما فينا ننكره، مثل ما قالت زينب يمكن نقدر نحن نستخدمها لتغذيه، نزرع فيها خضروات بسيطه، ما بدنا نزرع شجر بالنهايه. بتفضل عامر انه ست البيت يمكن تلائم بين الوان الخضروات بين حجمها وترتبها حتى بين الاصغر للاكبر بطريقه صح، او ممكن هذا الشيء كمان ما نستفيد منه بالخضروات؟ لا طبعا ترتيب النباتات بالوانها باحجامها وباشكالها كثير نقطه كثير مهمه. يعني انا اشهر شيء بدمشق هو الياسمين، بتلاقي ما في شرفه بدمشق الا موجود عليها ياسمين، فانا وجود النبات الياسمين بحب يكون لحاله، يعني بحب يكون نبات الياسمين له مكان مخصص فيه، خاصه انه هو من النبات المتسلق، فانا بزرعه بمكان بخلي كورنر خاص فيه. لما يكون عندي مثلا بعض النباتات او الازهار الاخرى، عندي القرنفل، عندي السيجا، في نباتات مزهره، في بيطلع لها ورود، بيطلع لها ازهار، وفي نباتات زينه فقط اوراق، يعني مثل عندنا الشمسيه، عندنا السيجا، عندنا كثير انواع من النباتات هي فقط اوراق وبتضل صيفا شتاء، ما يعني ما بتروح لفتها. بينما في عندي بعض المزروعات او بعض النباتات او حتى بعض الورود بيكون موسميه، يعني انا بجوز فصل الربيع، فصل الصيف، فانا بدي اعرف كيف نسق هذا الموضوع، انا بدي اعرف خلال فصل الصيف شو عندي عم يطلع نباتات، طيب خلال فصل الربيع شو في عندي زهور عم تطلع، شو الالوان اللي عم تطلع عندي، شو الاحجام اللي عم توصل، هل يا ترى هالنبته هي عم تعطيني حتكبر حجمها، حيكبر حجمها اكثر من هيك، ولا هي نبات بنسميه ثابت انه ما بيكبر بشكل كثير سريع. فانا هي بدي اقعد بدي اشوف تنسيقها، بحيث انا لا احجب الرؤيه، قاعد بالنهايه على بلكون بدي اشوف رؤيه البلكون، انا ما احجب الرؤيه، نفس الوقت شوف كل شيء نباتات زينه، يعني انا مو قاعد ونباتات زينه وراي ما عم استفيد منها بشيء، لا انا بدي اشوف كل يعني شوفه مشهد كامل متكامل، عم شوف النباتات، عم شوف الورود، عم شوف المزروعات اللي مثل ما حكينا مزروعات الطعام، وبنفس الوقت عم شوف المنظر الخاص فيني بمنزلي يعني. فكمان كثير مثل ما حكينا كثير مهم ترتيب الحجوم بالمرتبه الاولى، تجي بالمرتبه الثانيه ترتيب الالوان، احيانا ممكن ترتيب الالوان ما يكون شيء اساسي كونه انه النباتات بشكل عام انا لما بتطلع يعني الاخضر الطاغي تماما، الاخضر هو الطاغي، لكن بشوف بعض الاحيان بيكون في احمر في زهري في اصفر حسب نوع النبات المستخدم، بس بالمرتبه الاولى هو ترتيب الحجوم قبل اي شيء بصراحه. فبعدين بنبلش بترتيب الالوان. طيب خبرنا هلا في اشياء كثير بتشوه منظر البرندات مثلا، فينا نسميها انه مو اخطاء شائعه، هي مثل الاذواق، خلينا نحكي عن الشيء الدارج هلا بالنسبه لتزيين البرندات بنفس الوقت يكون عملي، يعني طبعا الشعب السوري يستفيد منه، ما انه بس نحكي عن شيء ما نقدر نعمله. صحيح. هلا من الاخطاء الشائعه اللي بنشوفها كثير انه احنا بدنا نحاول نعمل خصوصيه للفراغ عنا، فبنروح بنحط شادر بنسكر البرنده كلياتها، هي كثير دارجه، هي كثير شائعه بسوريا وبطلت موضه تماما. هلا اكيد هي بالنهايه ما لها موضه اساسا. هي خطا شائع يعني اكيد تماما خطا قولا واحدا، بالنهايه الشرفه هي مكان لاطلع فيه انا لبرا، يعني انا بدي اطلع اشوف برا، فما بدي اطلع اشوف شادر بوشي. هلا انا بنفس الوقت باكد على خصوصيه هذا الفراغ، يعني انا الفراغ هذا حلو يكون ست البيت من المحجبات او غير المحجبات، يكون عندها خصوصيه بهذا الفراغ، تطلع تقعد مرتاحه، بس انا هون بفضل اني انا اتوجه لاستخدام النباتات بتامين خصوصيه هذا الفراغ، مثل ما حكينا النباتات المتسلقه، لما انا بامن لها بيئه تسلق خاصه فيها، يعني ممكن احط لها لوح خشب، ممكن احط لها شبك معدني، اي شيء، امن لنباتات التسلق تتسلق على هذا الفراغ، فانا عم تامن لي خصوصيه بس بنفس الوقت منظر جمالي، ما عم روح احط شادر لحتى اسكر هذا المنظر. كثير حلوه هاي الفكره تماما. عن جد. ما
ما بروح بسكر المنظر كلياته بشهاده. احيانا عم نستخدم مثل ما حكينا الخشب لحتى نسكر هذا الفراغ. الخشب بس مو بمفهوم الخشب اللي ممكن يخطر ببالنا انه والله عم نجيب لوح خشب وصفه. غير الخشب وسكر. شو دارج اشياء عم نشوف شغلات عم تتلزق على الحيطان مثل الحجر او شيء تماما. هلا هي المواد اللي عم تستخدم هي مواد بلاستيكيه عم تكون مصبوبه بقوالب تلزقها على الحيط، هي بتعطي يعني ديكور للحيط اكثر ما تعطي خصوصيه. فانا هي عم تعطيني شعور الحجر ومنظر الحجر، بس هي بنفس الوقت ما لها حجر، هي فقط مثل ما قلتي مواد لاصقه عم تتلزق على الجدران لحتى تعطيني شعور بهذا الحجر فقط، مو اكثر من هيك يعني. كمان عامر اليوم كثير من السيدات يمكن عم يبذلوا مبالغ ماليه بعضهم كبيره لحتى ياخذوا يمكن الشكل الجمالي، كيف يا ست البيت يمكن من مواد بسيطه خاصه انه اعاده التدوير هي شغله اليوم كثير انتشرت بشكل كثير كبير. صحيح. نتيجه هي الظروف الصعبه، فكيف يا ست البيت يمكن تستفيد من المواد البسيطه ما بدنا نكب شيء بنفس الوقت نستفيد منها لحتى نزيد برندتنا. تمام، كثير عم نشوف كمان مثل ما حكيتي بعض الاخطاء الشائعه هي البذخ الفاحش على فراغ مثل فراغ البرندة. هلا البرندة هو فراغ مهم، بس بنفس الوقت ننتبه انه هو فراغ معرض للعوامل الجوية، خاصة إذا كانت الشرفات مفتوحة، يعني ما لم أززة، ما لم أمن لها حماية من الشمس والهواء. فبنروح بنبزخ بنجيب أحسن المفروشات وأحسن القطع بنحطها، بنلاقيها بعد شهرين أو خلال فصل الصيف بلشت من الشمس تتغير لونها، تتأكد تماما من العوامل الجوية. فأنا بدي انتبه لهذا الموضوع، أنه أنا لما بدي أحط شيء على البرندة سواء جديد أو معاد تدويره، أنا بدي انتبه لموضوع الحماية، يعني أنا بجوز بفصل الصيف مثلا لما يكون في تعرض اشعه شمس مباشره للشرفه دخل المفروشات لجوا او امن لها حمايه معينه. هلا لموضوع اعاده التدوير، نحن ببساطه مثل ما حكينا انا عندي فرضا كرسي قديم بدي ارجع استخدمه بالبرندة، ما بستخدمه مثل ما هو، باخذ الوج تبع المقعد او الظهر برجع بعمل له تنجيد بسيط من اقمشه المنزل المستخدمه، يعني ممكن وصلها ببعضها الالوان اللي بحبها. تماما، الالوان الزاهيه، يعني بتلاقي حاطه قطعه قماش مكونه من عده قطع صغيره الوان اصفر زهر ازرق عم تكون لي لوحه جماليه حلوه عم تتناسب مع الخضار. بالنهايه نحن قاعدين بفراغ بده يذكرنا بفراغ السيران بطلعه بالقعده البسط اللي كنا نستخدمها بالارض. بدي ارجع لهذا المفهوم القديم لمفهوم السيران لما كنا نطلع على الغوطه والبسط اللي نحطه بالارض، نفس السيستم انا فيني استخدمه كمان بالشرفه عندي. اضافه انا ممكن حتى ببعض الاحيان عم نشوف انه العالم عم تلجأ للموكيت، يعني انا استخدم شرفه انا فرضا شرفتي حابه بمكان ما انه انا ما بدي استخدم المياه لتنظيف الشرفه بهذا الفراغ، فانا بحط مثلا موكيت. احيانا عم تلجأ العالم تستخدم موكيت العشب. صح، العشب الصناعي، فعم تعطي فعلا احساس حلو كثير حلو فعلاً. عم يطلع انه انا اطلع على فراغ فعلا عم احس حالي بحديقه، يعني بالنهايه عم بطلع خلص جازون بالارض عم شوف خضار عم شوف نباتات على الكراسي مريحه عم تكون مريحه للنظر مريحه بالقعده كمان يعني عم تعطيني تضيف عنصر جمالي كثير كثير رائع. اكيد يعني عامر شكرا كثير لك لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد يمكن ذوق ست البيت هو بيلعب الدور الاول بيلعب الدور الاول. قد ما كانت الاغراض يمكن غاليه وقد ما كانت بسيطه عم نعيد تدويرها ما بتبين جمالتها اذا ما كان في ذوق ومحبه عم نشتغلها. شكرا لك عامر. اكيد نحن نشكرك يا عامر، واكيد نقول دائما البساطه هي احلى شيء باي شيء بالكون ان كان بديكور او لبس او شيء، فدائما بنقول لهم ستات البيوت اعتمدوا البساطه مو التعجيق، وكل شيء ممكن بالبيت نستفيد منه. صحيح. ما هيك؟ صحيح. شكرا لك مره ثانيه.